الأولوية السامية بتعييني رئيسا للمحكمة الابتدائية بتارودانت خلفا لفضيلة السيد الرئيس سيدي عبد الكريم الطيب الذي عين بالمحكمة الابتدائية بأكادير والذي أتمنى له التوفيق في مهامه القضائية. سأكون إن شاء الله خير سلف الرجل أبان عن تجربة في هذه المحكمة وكانت بصمته بصمة بدليل نجاح المحكمة على جميع الأصعدة. إن شاء الله سنواصل المشوار. كما قلت سعيد جدا بتجديد الثقة من طرف عاهد البلاد وتعييني بهذه المحكمة وهي ثقة مولوية غالية يعجز اللسان عن التعبير عن مدى الفرحة حينما علمت أن سيدنا الهمام جدد الثقة في شخصي وتعييني بهذه المحكمة وهذا ما سيجعلني واصل المشوار الذي بدأته بالمحكمة الابتدائية بورزازات التي قضيت بها حوالي 5 سنوات و3 أشهر. سأواصل المشوار العمل جد بتبصر بحكمة بعمل تشاركي بعمل كله تضحية من أجل خدمة المرتفق القضائي. الخدمة القضائية ستبدأ من باب المحكمة وفق توجيهات السيد الرئيس المنتدى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. بعد البرنامج أعلنته بالكلمة التي سأضعها بين أيديكم كلمة برنامج واضح الهدف منه كما قلت هي خدمة المرتفق والنجاعة القضائية مواصلة ومواكبة مشروع التحديث التخليق كما ذكرتم كما سمعتم بابه سنعتبره خط أحمر من أي كان. إن شاء الله تعالى نواصل بالرقي لهذه المحكمة وأشكركم على تلبيتكم الدعوة كما شكرتكم بالكلمة.